معناه التقرب إلى المطلوب والتوصل إليه برغبة. ده في اللغة واضح. أنا لما نسكت ما أشرح معناته الحاجة أنا شايفها شنو؟ واضحة. لأنه الكتاب كبير، نحن دعنا نخلصه الليلة والجمعة الجاية. فلما نسكت ما أشرح معناته أنا شايف الحاجة دي واضحة. لو في زول شايفها ما واضحة ينبينا. نعم. قال ابن الأثير في النهاية: الواسل الراغب، والوسيلة القربة والواسطة، وما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به، وجمعها وسائل إلى غير ذلك. معنى الوسيلة في القرآن المجيد: وردت كلمة الوسيلة في القرآن في آيتين، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون المائدة، وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الإسراء. أما الآية الأولى فقد قال إمام المفسرين الحافظ ابن جرير رحمه الله في تفسيرها: يا أيها الذين صدق يا أيها الذين صدقوا الله فيما أخبرهم ووعدهم من الثواب. انتبه للآية الأولى دي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. دي الصوفة بيجيبها لك لما تقول دعاء غير الله شرك، والناس اللي بيستغيثوا بالكباشي ده شرك بالله، وتجيب الآيات: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة، وغيرها من الآيات. يقوم يقول لك ده توسل، والتوسل موجود في القرآن، وابتغوا إليه الوسيلة. يقوم يجيب لك الآية دي، والآية دي ما عندها علاقة بدعاء غير الله. ولا الوسيلة هنا معناته تقول أسألك بجاه البرع، ما معناته كده. هيوريك الآن الحافظ ابن جرير الكلام عنها، ويوريك ابن كثير الكلام عنها برضه. نعم. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله فيما أخبرهم ووعدهم من الثواب وأوعد من العقاب اتقوا الله. يقول: أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم بالطاعة في ذلك، وابتغوا إليه الوسيلة. يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. أيوة، يعني ابن جرير شيخ المفسرين قال الوسيلة يعني شنو؟ ها؟ قال ابتغوا إليه يعني أطلبوا، والوسيلة قال يعني القربة إليه بالعمل بما يرضيه. يعني الوسيلة ما أسألك بجاه فلان، إنما الوسيلة شنو؟ القربة إلى الله بالعمل الصالح ما يرضي الله. عرفت يا جماعة؟ ده قول من؟ ابن جرير. أحفظه الآن في راسك. لو صوفي قال لك الوسيلة يعني أسألك بجاه فلان، قل لك الضرب. الوسيلة ابن جرير الطبري قال القربة إلى الله بالعمل بما يرضيه، أو التقرب جيه له بالمعنى إلى الله بالعمل، وليس جاه فلان. عملك إنت الصالح، عملك إنت ده. نعم. ونقل الحافظ ابن كثير عن ابن عباس. ابن كثير حينقول لك الإجماع الآن، يقول لك إنه الوسيلة معناته التقرب بالعمل الصالح. قال لك ده لا خلاف بين المفسرين فيه. معناته ده شنو يا جماعة؟ إجماع، ما يجوز لأحد يخالفه. ما في واحد من العلماء قال الوسيلة يعني جاه فلان. الوسيلة تتقرب إلى الله بعملك إنت الصالح. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى الوسيلة فيها القربة، ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد، ونقل عن قتادة قوله فيها أي تقربوا إليه بطاعته. ونقل عن قتادة قوله فيها أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. ثم قال ابن كثير: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه، والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. نعم. أما الآية الثانية، قتادة قال الوسيلة أي تقربوا إليه بشنو؟ بطاعتي والعمل بما يرضيه. يعني الوسيلة هي في النهاية التقرب إلى الله بالعمل الصالح، عملك إنت ده. نعم. أما الآية الثانية
فبين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود آية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وأصلا كلمة الوسيلة جاءت في القرآن بهذا اللفظ الوسيلة مرتين، في الآية الأولى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة المائدة 35، وفي الثانية يبتغون إلى ربهم الوسيلة الإسراء 57. أيوة. فبين رضي الله عنه، فبين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مناسبة نزولها التي توضح معناها، فقال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أي استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن، والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا، وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهذا هو المعتمد في تفسير الآية. يعني شنو الآية؟ يا أيها الذين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني في ناس من العرب كان بيعبدوا مجموعة من الجن يجعلهم آلهة لهم، والجن دي الأسلموا، والبشر ديك ما عارف إنه الجعلينهم آلهة دي الأسلموا، ولما أسلموا الجن هم ذاتهم بعد ما أسلموا بقى يتقربوا إلى الله، يبتغوا إلى الله الوسيلة يعني القرب إلى الله، ويرجون رحمته كمان، ويخافون عذابه كمان، عذاب الله سبحانه وتعالى. فربنا يقول لهم أولئك الإنتو بتدعوهم ديل وتعبدوهم ديل هم ذاتهم أسلموا بقى يدعوني أنا ويعبدوني أنا، فكيف أنتم بتدعوهم هم بيدعوني أنا، وانتم بتعبدوهم وهم عباد لي وبيجوا يعبدوني كمان، ويبتغوا الي الوسيله يعني يتقربوا الي، ده معنى الكلام. ولا دي فيها رد على شبهه كبيره جدا بيجيبوها الصوفيه الليله، يقول لك الايات اللي بتقول هذه كلها ومن اضل مما يدعو من دون الله وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا وغيره، دي في المشركين لانهم كانوا بيعبدوا الحجار والاصنام. لا، نقول لهم من المشركين الزمان من كان منهم من كان يعبد مكلفين من الإنس ومن الجن، والدليل الآية دي أولئك الذين يدعون بيعبدوهم وبيدعوهم ديل ذاتهم هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. في حجر بيبتغي إلى ربه الوسيلة ويرجون رحمته، في حجر بيرجو رحمة الله ويخافون عذابه، في حجر بيخاف عذاب الله. فدي رد على شبهة قوية كبيرة بجيبوها جماعة. نعم. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهي صريحة في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله تعالى، ولذلك قال يبتغون أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة، وهي كذلك تشير إلى هذه الظاهرة الغريبة المخالفة لكل تفكير سليم، ظاهرة أن يتوجه بعض الناس بعبادتهم ودعائهم إلى بعض عباد الله يخافونهم ويرجونهم، مع أن هؤلاء العباد المعبودين قد أعلنوا إسلامهم وأقروا لله بعبوديتهم وأخذوا يتسابقون في التقرب إليه سبحانه بالأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاها ويطمعون في رحمته ويخافون من عقابه. فقد ردت الآية على الذين يعبدون الأولياء أو يعبدون ساداتهم بحجة أنهم صالحين، فبين الله تعالى أن هؤلاء المعبودين هم أنفسهم محتاجون إليه سبحانه، ولذلك يتقربون إليه بالطاعات.